جزاكم الله خيرا واحسن اليكم من محافظه اسوان المستمع هدى ابراهيم حامد علام من عزبه سليم جوده بعثت برساله وضمنتها ثلاثه اسئله. تسال اولا عن صلاه القيام، هل هي بعد صلاه العشاء مباشره ام لها ساعه محدده في الليل؟ قيام الليل يكون في كل الليل، كل الليل وقت لصلاه الليل ولقيام الليل من حين تغرب الشمس، فكل الصلوات التي تصلى بعد غروب الشمس تكون من صلاة الليل فروضها ونوافلها، ولكن الأفضل من صلاة الليل التي هي النافلة الأفضل أن تكون في آخر الليل قبيل طلوع الفجر، هذا أفضل. وإن صليت في أول الليل أو في وسطه أو في آخره فكل هذا جائز والحمد لله، كله صلاة ليل. ويستحب أن يختم ما تيسر من قيام الليل بالوتر، قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، ويكون الوتر في آخر صلاة الليل سواء صلاها في أوله أو في وسطه أو في آخره.